سيدنا يوحنا الحبيب شمية. بعدنا اليوم برحاب دار سيد الوازي بزوق مصبح، نحكي مع سيادتك. من بعد ما المرة الماضية حكينا عن كنيسة رسولية وشرحت لنا هيك المفهوم الرسولي للكلمة مضمونة بالمعنيين، إن كان الروحي وإن كان الرسولي، بس فكرت إنه سيادتك كنت راهب وشوي انتخبوك تكون مطران على الأرجنتين. هيك بدش لغة كيف يعني؟ هيك يعني بترتسم ولا كانوا مخبرينك قبل شي 5 سنين؟ لا لا، هيك شوي مفاجأة هي. أنا لأنه كنت قبل ما روح على الأرجنتين كنت بالأوروغواي، عدت هونيك شي 3 سنين تقريبا، من 2008 ل 2011. رجعت على لبنان، حطوني بالدائرة الابتداء، معلم للابتداء للرهبنة. بقى وقتها صار انه المطران السابق اللي هو الاول، مطران شرب المرعي، كان صار على سن التقاعد اذا بدك، فبقى بدهم يختاروا حدا. بما انه انا كنت بالاوروغواي وزيت اللغه اسبانيوليه تبع امريكا اللاتينيه، بقى مشان هيك طرح اسمي من بين الاسماء اللي طرحت، لانه اجمالا هيدي السينودوس بنقي 3 أسماء بيبعتهم على روما، وروما هي بتنقي حدا منهم وقت يكون بدهم حدا كرمال خارج النطاق البطريركي. لأن احنا بنقول سيدنا البطرك انطاكيا وسائر المشرق. هلا برات انطاكيا وسائر المشرق هون بيبعتوا 3 أسماء على روما، وروما بتختار اسم منهم كرمال البرات النطاق البطريركي. بقى هيك صار معي. اوكي، كنت اصحاب معهم بالفاتيكان؟ طب يعرفوك واختاروك ولا ما قال عليك؟ لا ما خص. وهن حتى بيعملوا مثل شوي مثل بحث، يعني بيسالوا عنك مطرح ما كنت. سالوا عني بلبنان، سالوا عني بايطاليا لانه كنت فتره شي 11 سنه بايطاليا، وبعدين بالاوروغواي مطرح ما قضيت 3 سنين هوني. يعني بعدين رجع علاماتك طلع عالية. طلع اسمي يعني. نشكر يسوع. نشكر يسوع. لكن كنت هونيك كل لغة بتعرفها، شو بيحكوا اللغة الإسبانيولية؟ بس شوي مختلفة عن تبع إسبانيا تبع أوروبا يعني. أوكي. سموها لغة الإسبانية تبع أمريكا اللاتينية. أوكي. كاستيجانو بيسموها، بيقولوا لها. ومن هيك هذا الشيء سهل إنه لما بتروح ما بتعيش غربة، بمعنى إنه شيء غريب عليك يعني. لغة شوي تعرفها. وثلاث سنين تقريبا تعرفنا شوي كمان على الثقافة تبعهم، على عقليتهم، على كيف بيعيشوا المسيحية عندهم. لأنه مثلا بالأوروغواي شوي أكثر هن لايك أكثر، يعني شوي بعيد عن الإيمان المسيحي، بينما بالأرجنتين 90% هن مسيحية كاثوليك. هلا خفوا شوي كمان، بس إنه بالإجمال الأكثرية الساحة هن كاثوليك. يعني عم نحكي عن الأرجنتينية، عن مش اللبنانية اللي هون. عن الأرجنتينية. الأرجنتينية. وشي أكيد اللبنانية اللي راحوا بال 1880 وطلوع كمان أكتريتهم يعني صار طبعا يعني تفكيرهم وكل شيء نوعا ما على الأرجنتين طبعا، شيء أكيد من ثقافة البلد، عشان أكيد بضل أشياء تربطهم ببلدهم، اسمهم، عائلتهم، دائما مطرح ما رح يضلوا حاملين اسم العائلة، عشان هيك كمان ضلوا حاملين كمان إيمانهم وإيمان أجدادهم والتقاليد تبعهم الإيمان كمان، عشان هيك يعني هذا دورنا هونيك أكثر شيء، نضوي لهم على تراديسيون الخاصة فيهم، وحتى يضلوا يعني ما يخسروا ايدنتيتي تبعهم اللي هي بالنهاية هويتهم الحاملينها، حاملينها باسمه وباسم عائلتهم يعني بمعنى. طيب قديش ككاثوليك يعني كان لبنانية أو كان أرجنتينيين هني كاثوليك، قديش بعضهم عند الإيمان الكاثوليكي الصحيح، قديش معلق عليه أشياء؟ وهون بتصعب رسالتك بتصور، قديش مش معلق أشياء ما إلها علاقة بركة أو بعدت؟ هلا من ناحية ممارسة الحياة المسيحية إذا بدك عند الكاثوليك، شيء أكيد بتختلف حسب المناطق وكذا. هلا بالإجمال أنا لأنه عشت بالأوروغواي شوي يعني بعرفهم، يعني نوعا ما كنيسة كانت كتير هونيك كاثوليكية تقليدية يعني. صور كانوا نهار الأحد وقتها يرجعوا نهار الاثنين على المدرسة بيفرجوا الكرنيه إذا راحوا نهار الأحد على الكنيسة يعني. يمدولهم إنه إجوا على الكنيسة يعني، تصور من قد إيه. وبعدين للأسف رجعوا شوي بعدوا عن الإيمان، وصار نوعا ما عندهم يعني حياة لايك أكثر.
علمانية أكثر يعني. بينما بالأرجنتين الحالة مختلفة، لأنه بعضهم محافظين أكثر على إيمانهم المسيحي الكاثوليكي وعندهم ممارسة أكثر بالنسبة عم بحكي للأوروغواي إجمالا. أنا شو أكيد عندهم كمان في بعض وفي قرب وفي أشياء شوي تقليدية شوي أشياء تانية مثل ما بكل بلد، بس إذا مقارنة لهدول البلدين هيك إجمالا أرجنتين أهم ممارسة كمان للإيمان تبعه من أهل الأوروغواي. تفصيليا إذا تخدنا هيك نحن واقفين هون، شو نوعية الشغل؟ شو الشغل بالتفصيل يعني، مش بالتفصيل الديتيلز يعني، يعني عمليا يعني على الأرض كم يعني كاهن معك، مين اللي بيشتغل، كيف بتعملوا اجتماعات، كيف بتفكروا؟ هلا هن اللبنانية راحوا بيقولوا ب 1880 وطلوع، وأول يعني الكنيسة المارونية إذا بدك راحت لهونيك مع أباء المرسلين أباء الكريمية 1901 وصلوا لهونيك. بقى بلشوا مع الجالية إجمالا، وهن شوي اللي كانوا نوعا ما يعني مستقطبين كل أبناء الجالية. بعدين الرهبانتنا الرهبانة المريمية وصلت لهونيك بال 1920، راحوا من هون وقتها راهبين كهنة يعني، راحوا تيلموا مساعدات من الأرجنتين تيجيبوا سادوا فيها لبنان، لأنه كانوا فترة كتير صعبة جوع وأوبئة وحرب واضطهاد. فبقى بما أنه لقيوا ناس هونيك موارنة وهيك، واحد منهم بقي لخدمة الجالية، واحد تاني رجع مع المساعدات على لبنان. بقى هيك اجت الرهبنة المريمية لهونيك بال 1920، تبلشوا وانطلقوا بال 1930 عمروا الكنيسة وبلشت يعني يهتموا بالناس أكثر وأكثر. بعدين كان في عنا بمنطقتين بالأرجنتين، هن مناطق كمان راحوا عليها اللبنانية أكثر. ليه؟ لأنه بتذكرهم بلبنان يعني، إن كان المناخ وإن كان الجبال وإن كان الزراعة وإن كان كل شيء، عشان هيك راحوا عليهم اللي هن مندوسا اللي هي منطقة كمان كتير حلوة، وتوكومان يلي هي محل بسموها الجاردان تبع الريبوبليك يعني حديقة الجمهورية عندهم، واللي فيها كمان تم عندهم هونيك بيت الاستقلال يعني تبعهم. فبقى بهالمنطقتين كان في كهنة علمانيين أول شيء مستلمينهم، وبعدين رجعت راحت الرهبنة اللبنانية رهبنة مرشربين راحت لهونيك، وهلأني حاليا موجودين عم يخدموا هن بهالرعيتين، رعية مندوسا ورعية التوكومان. مندوسا على اسم ماريو حنا مارون، والتوكومان على اسم سيد العجائب العجيبة بالأحرى، هيدي لأنه كان عمل أعجوبة كان في هزة أرضية هونيك، هو رجع حماهم للناس ما صار، وبزيادة اسم حامل اسم مرمرون لأنه حطوها اللاتين بخدمة الجالية المارونية هونيك وكل الشرقيين الموجودين. فهي مشان هيك اسم تحمل سيد العجيبة ومرمرون. وبالرهبنة المريمية عنا سيدة لبنان، والكريمية محل ما موجود الكاتدرائية هلأني حاملة مرمرون اللي هو بي الضيفة. فهدول هن هلأني الكهنة الموجودين، في ثلاث أباء من الرهبان الأباء الكريمية، وفي رهبان من الرهبنة المريمية، وفي رهبان من الرهبنة اللبنانية إجمالا، وفي أبونا معي أبونا شرب المخلوف اللي هو موجود بالأبرشية يعني. وعنا كهنة اثنين خلقانين هونيك هن من أصل ماروني، بس هلأني عم بيخدموا عند اللاتين، خدموا فترة عنا وهلأني هن بخدمة اللاتين، واحد بالتوكومان محل ما هو أصله، واحد تاني كان بإسبانيا بسراغوسا، هلأني صار بحولوه على بلورد بمزار لورد هونيك، عم بيخدم الأشخاص اللي هن من بيحكوا اللغة الإسبانيولية، حاطينه هو مثل رئيس على هالأشخاص اللي موجودين هونيك. بقى المطرانية ب 1990 عين البابا يوحنا بولس الثاني أبرشية للموارنة بالأرجنتين، وأول أسقف على الأرجنتين كان المطرار شرب المرعي اللي هو من الآباء الكريمية هونيك. يعني تصور وصلوا الجماعة بال 1880 وطلوع، تصار عنا مطران بال 1990،
يعني كل هالوقت شيء اكيد نحن كثير يعني ضيعنا يعني كثير مؤمنين ومنش وعنا اربع رعايا يعني كلهم اجمالا. اذا بتحب سيدنا فينا بالحلقه الثالثه نكمل نحكي لانه الحلقه الثانيه خلص وقتها الحلقه الثانيه معك تننتقل نحكي هيك اكثر تفصيل الشيء اللي عم بقول شوقني يعني اني هيك شوف على الارض انا خوري الله. كمان بالانتشار وبحب هيك اعرف شو الخبرات اللي عم بتصير بغير مطرح من كل بد. لكن رح نرجع نتلاقى معك بالحلقه الثالثه سيدنا يوحنا الحبيب شمية مطران الارجنتين للموارنه تنذكر دائما المشاهدين خليلي. شكرا سيدنا الى اللقاء لك الى اللقاء. مرسي.